طفت بالك سوريا. ان احنا كل سنين نحتفل بهالذكرى هي لان ذكرى مجيده وغاليه حبيبنا، يعني كانت انتصار يعني ما بعد ولا قبل انتصار، يعني حققنا الكلنا بدنا واخذنا الارض اللي بدنا اياها بهذاك الوقت. هو نفس العدو يلي هلا نحن عم نواجهه، باذن الله بدنا ننتصر على نفس العدو بكل وقت وكل زمان. حرب تشرين التحريريه ذكرى عظيمه جدا في تاريخ سوريا. هي الحرب اللي انتصر فيها الجيش السوري تقريبا بتوازي هالانتصارات اللي صارت خلال هالأزمة اللي صارت معنا.